السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع تلغراف مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة الشرقية، وبالتحديد احنا مع حضراتكم من داخل مدينة فاووس. احنا جايين نتكلم مع حضراتكم النهاردة في واقعة يعني لغز غريب في قضية اختفاء بنت اسمها أروى، طالبة في الثانوية العامة، اختفت من آخر أيام الثانوية العامة. خرجت من بيتها طبيعية جدا لآخر أيام الامتحانات. راحت آخر يوم امتحانات امتحان الفلسفة، هي كانت شعب أدبي، راحت الامتحان، ما رجعتش بيتها لغاية دلوقتي. تليفونها مقفول ولغاية دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجة. احنا دلوقتي معانا والدة أروى. يعني احنا عارفين الموضوع صعب على حضرتك، ربنا يصبرك. فعايزين نعرف من حضرتك التفاصيل من اول لما أروى خرجت من بيت يوم الامتحان لغاية دلوقتي. اولا هي أروى قبلها بيوم انا كنت تعبانة وكنت عند الدكتور، ورجعت فضلت سهرانة بيوم. كان عندها تاني يوم امتحان فلسفة، قالت يا ماما هطلع انام بقى عشان الامتحان، وعايزة مصروفي. اخدت مصروف عادي يعني خالص، وجات الصبح خرجت عادي، ما خدتش اي متعلقات غير القلم بتاعها وورقه وحاجات بسيطه اللي المفروض ان هي تستخدمها في ايام الامتحانات. ومشيت أروى عادي زي كل يوم امتحان بتروح، وبعدين استنيتها ترجع. المفروض ان الامتحان بيخلص الساعه 12، استنيتها ترجع ساعه ساعتين، أروى ما رجعتش. اتصلت عليها، تليفونها مقفول. أروى ملهاش في الطبيعي ان أروى ملهاش صحاب، لان احنا في مدينة والمدرسة بتاعتها في مدينة تانية، بتاخد دروسها اونلاين في البيت على طول في البيت، ما بتخرجش كتير غير معايا، يعني علاقاتنا محدودة الى حد ما. يومها كان في واحدة بس اللي انا سألتها، شفتي أروى؟ قالت لي انا ما شفتهاش غير في الامتحان، هي حضرت الامتحان بس بعد كده ما شفتهاش. فضلت ادور ما لقيتش أروى، رحت على قسم الشرطه اللي في المدرسه بتاعتها، قدمت بلاغ في الاول، قالوا لي لا انت لازم تروحي القسم التاني اللي انت تابعه ليه، لان هو اللي متعلق ب بقضيتكم او بقضيه أروى. رحنا اسم الفاووس، رحت قدمت بلاغ اختفاء بنتي، اخذوا مني كل البيانات. وبعدين تاني يوم لقيت بنوته صاحبتها كلمتني، قالت لي طنط انا شفت أروى في مكان في ابو كبير بعد الامتحانات. كلمت المباحث وقلت لهم ان أروى كانت متواجده في المكان ده. راحوا. كانت فين بقى في ابو كبير؟ كانت في مكان اسمه بيت البن، في محل قدام كافيه. كافيه بيت البن. قالت احنا كانت موجوده هناك وكان معاها بنات، اخذنا المباحث طلعت معانا ورحنا المكان ده، فرغنا الكاميرات. فعلا طلعت كانت خارجه هي وبنتين صحابها من محل حلويات. سالنا هم كانوا بيعملوا ايه، قالوا ده هم كانوا جايين ياخدوا تورتايه وكانوا رايحين كافيه اسمه يعني كافيه في ابو كبير، رايحين يعملوا عيد ميلاد. حضرتك سالتي في محل الحلويات اللي هم خدوا منهم التورته، وقالوا فعلا ان هم كانوا موجودين وخدوا منهم تورته ومشوا. خدوا منهم تورته ومشوا، راحوا على كافيه. رحنا خرجنا مع المباحث، رحنا المكان اللي فيه الكافيه، فضلنا فترة كده قدام الكافيه. وبعد كده هم قالوا لنا امشوا انتوا عشان الشغل ده يبقى لينا احنا، هنيجي نكمل شغل بكرة. المباحث قالت لنا نكمل شغل بكرة. وبعدين جت مشينا وجينا، رحت تاني يوم رحت المباحث عشان اشوف يعني عملوا ايه. قالوا احنا رحنا وجبنا الصور وفرجنا تفريغ الكاميرات. جبنا تفريغ الكاميرات وعرفنا ان هي حضرت عيد ميلاد مع بنات صحابها، والبنات قالوا ان هي بعد ما خلصنا عيد الميلاد
هي خرجت معاهم وركبوا ميكروباص من قدام المكان اللي هو اللي فيه الكافيه. الكافيه ده اصلا على بعد امتار من المدرسه اللي بتمتحن فيها. يعني هي كانت بتمتحن في ابو كبير اصلا؟ في مدرسه ابو مليحه في التجريبيه في ابو كبير اللغات. خرجت من الكافيه هي والبنتين صحابها، البنتين ركبت معاهم الميكروباص وهم نزلوا في بلد بعد ابو كبير وهي كملت. المفروض ان اصلا اروى ما تكملش، كملش ابو كبير، ترجع لفاقوس تاني. ترجع لفاقوس. فجينا كلمت البنت اللي هي صاحبتها اللي المفروض ان ده كان عيد ميلادها. قلت لها ايه اللي تعرفيه يعني؟ قالت لي اروى يومها يا طنط، اروى يومها يا طنط كانت عادي طبيعيه معانا وما فيش اي حاجه، وكانت بتغني اروى في الطبيعي ان هي صوتها كويس حلو يعني، كانت بتغني لها في عيد ميلادها. ده سالت صاحبتها اللي هي كانت عيد ميلادها اصلا. اتصلت عليها وسالتها، قالت لي اروى عملت مكالمه من تليفوني. وفجاه لقيناها بعد المكالمه دي قعدت تعيط. طيب يا اروى في ايه؟ قالت ما فيش حاجه، انا لازم دلوقتي. فقاموا معاها البنات وخرجوا وركبوا العربيه ومشوا. فانا طلبت من البنت ان هي تديني الرقم اللي هي اتصلت بيه، اخدت الرقم واديته لرئيس المباحث. هو طيب يعني معلش بتقطع حضرتك، يعني صحاب اروى وهم في الكافيه قبل ما المكالمه دي تجيلها، يعني حسوا باي حاجه؟ لا يعني في اي حاجه؟ اروى قالوا كانت طبيعيه جدا. كانت شخصيتها طبيعيه ولا طبيعيه وبتهزر حتى كانوا قبل المكالمه؟ بعتوا لي الفيديوهات بتاعتها وهي يعني معاهم بتهزر معاهم وما فيش اي حاجه خالص. بعد المكالمه هي قامت ومشيت على طول. صاحبتها نزلت في بلد بعد ابو كبير وهي كملت، قالت لي الميكروباص اللي كانت راكبه فيه هي كان فاضي ما فيهوش اي حد. احنا ادينا الرقم اللي هي اتصلت بيه للمباحث، وبعد كده حاولنا ان احنا نعرف طيب هو رقم مين. قالوا ده حاجات هي جالها اول لما جالها المكالمه دي اتوترت ومشيت على طول. اتوترت قعدت تعيط، هي قالت هي بتعيط كتير يعني هي كانت اصلا كويسه قبل المكالمه وبتضحك وكل حاجه، اول ما جالها المكالمه لقيتها تعيط ومشيت. حتى فيديوهات عيد ميلاد موجوده وهي بتغني وهي فرحانه مع صحابها ومفيش اي مشكله خالص. وبعد كده لقيت البنت بتديني رقم، المفروض ان انا بصيت خدت الرقم ده شفته، افتكرت ان كان في من فتره كان في ورقه مع بنتي، كان في ورقه مع اروى مكتوب فيها ارقام تليفونات، وكان من ضمنهم الرقم ده اللي هي اتصلت بيه. فانا مسجله الرقم عندي. ده الورقه دي لقيتيها في البيت عند حضرتك بعد اختفاء اروى؟ لا هي كانت مع اروى اصلا قبل ما تختفي. انا سالتها يا اروى دي الارقام دي بتاعت مين يا ماما؟ قالت لي يا ماما دي بتاعت واحده صاحبتي وهي ناسيه معايا الورقه، لان الارقام كانت مكتوبه بخط مش خطها. فانا خدت الرقمين وسجلتهم عندي، قلت ما بعد كده هبقى اشوف الارقام دي بتاعت مين. فلما جت البنت ادتني الرقم لقيت الرقم هو فعلا اللي انا كنت مسجله عندي، رقم من الارقام اللي كانت مسجله عندي. فقلنا للمباحث قالوا هندور وهنشوف الموضوع. الارقام دي يعني الارقام دي شخصيات حضرتك عارفاها اصلا ولا؟ لا لشخصيات ما لناش علاقه بيها خالص، يعني ما نعرفهاش. تمام. احنا بس انا جيت خدت الرقم ده بعد كده عملته على برنامج لقيته ان هو يخص حد يعني من الاخوه المسيحيين. الرقم يخص شخص مسيحي. تمام. فقلت للمباحث فهم قالوا احنا هنشوف الموضوع وهنبقى نرد عليكي وهنقول لك لو في جديد هنرد عليكي. ودلوقتي اروى ماشيه من يوم 17/7 لحد دلوقتي ما فيش اي. اروى مختفيه من يوم 17/7 لغايه دلوقتي. 17/7 لغايه دلوقتي ما فيش اي جديد، ما فيش اي حاجه ممكن ان احنا نستدل بيها عليها. تليفونها اتقفل، مفيش اي مكالمة. من يوم 17 لغايه دلوقتي اروى تليفونها مقفول؟ تليفونها اتقفل. طب التليفون كان معاها مش عليه سوشيال ميديا واتس فيس؟ لا خالص. اروى كانت واخده الموبايل بتاعها ده اصلا كان وقع منها كم مره ففصل شاشه، كان بس بتستقبل منه مكالمات. استقبال بس علشان خاطر لما كنت اطمن عليها اتصل عليها، كنت ناويه ان انا اشتري لها موبايل جديد بعد
بعد الامتحانات. قلت لها هجيب لك موبايل جديد بس ما تخلصي الامتحانات. وهي كانت ارى مطيعه جدا، وحاضر يا ماما وعادي يعني، اخذت الموبايل يومها. يعني اروى قبل الاختفاء ومع حضرتك في البيت كانت شخصيتها فعلا تسلم. هي عندها 18 سنة بس يعني هي شخصية طفلة عندها 8 سنين مش أكتر من كده. يعني عقلية أروى ممكن تستدعي إن مثلا شخص يتكلم معاها يقنعها؟ يعني يا فندم شخصية أروى كانت مثلا تستدعي إن مثلا حد يتكلم معاها بمعنى أصح إن هو يقنعها تمشي تسيب حضرتك أو كده؟ لا، أروى ملهاش في الدنيا غيري. يعني أروى من أروى طبيعة الحال ما خرجتش خارج نطاق البيت، يعني هي ما تعرفش أصلا، ما تعرفش تروح أي مكان لوحدها غير عن طريق، يعني ما تعرفش أي حد. كل الناس في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها كلهم عارفين أروى وأخلاق أروى وأدبها واحترامها، بنوتة طيبة وغلبانة وما حدش يعني شاف عليها حاجة وحشة. هي مشكلتها المشكلة الوحيدة إن هي طيبة وتحبها وهي ما تكونش عارفاها اصلا. بنتي كانت اغلب من الغلب، يعني ما حدش يعرف اروى لما كان بيحب، ما حدش ممكن يشوف اروى لما كان مشاكل. مات لي بعدها 4 اولاد، قعدت 14 سنه لما ربنا رزقني بخلفه تانية. محمود صغير عنده 3 سنين ونص. فهي البنت الوحيده اللي ليا، انا ماليش اخوات، ماليش غير اروى. طب هو يا فندم في الكاميرات، يعني اخر خط سير لاروى في الكاميرات كان فين؟ في الكافيه؟ كانت الكاميرات ما جابتش بعد كده اي خط سير ليها؟ لا، المفروض ان الكافيه ده اصلا قدام متولي سعد. متولي سعد في كاميرات، احنا ما نعرفش بصراحه المباحث فرغت الكاميرات دي او لا، بس احنا روحنا بعدها بفتره سالنا، قالوا ان الكاميرات عندنا في ضغط في الكاميرات فبتسجل اسبوع واحد وبس. ما عرفناش نجيب اي حاجه احنا اللي هو اهلها يعني. انما انا ما اعرفش كانت المباحث راحت فرغت الكاميرات دي ولا لا. اعتقد ان هم لو كانوا فرغوها كانوا شافوا العربيه اللي ركبتها، وكان الموضوع كان هيبقى اسهل من كده بكتير. المشكله دلوقتي ان انا فعلا انا محتاجه ان الناس تساعدني انا عشان الاقي بنتي. انا انسانه تعبانه، انسانه مريضه. اروى بنتي، انا عندي مشكله في القرنيه، ما بعرفش امشي من غيرها. لو انا عاوزه اروح مشوار اروى بنتي لازم تبقى معايا، هي ايدي ورجلي وصاحبتي واختي وهي كل حاجه ليا في الدنيا، انا ما عنديش غيرها. انا راضيه يعني، حتى لو كانت اروى حصل لها حاجه انا راضيه ومحتسباها عند الله والله. بس حته ان انا ابقى عايشه كده وانا ما اعرفش بنتي كويسه، بنتي فيها حاجه، ما فيهاش حاجه، ما حدش عاوز يدلني على حاجه، ما حدش حتى بيريحني بيقول لي هي بنتي موجوده او مش موجوده. الموضوع نفسه كاني انا غرقانه في بحر ومش لاقيه حد ان هو ينجدني باي حاجه. بحاول ان انا اوصل صوتي للناس واقول لهم ان انا موجوده وان بنتي مش لاقياها. عايزة اشوف اروى حتى لو اخر مرة ان انا اشوفها. بس راضية والله، انا هرضى باي شيء، انا هرضى باي شيء على اي وضع. اروى جاتلي على اي وضع، اروى بنتي عايشة، اروى بنتي مش عايشة، موجودة مش موجودة، انا هرضى باللي ربنا قاسمهولي. ربنا بيدي الصبر للانسان على قد قدرة التحمل، وانا تحملت الحمد لله ومتحملة. بس عايزة اعرف بنتي فين، عايزه الناس تساعدني وتقولي ممكن الاقيها فين، ممكن اجيبها ازاي. بناشد المسؤولين ان ام يعني يرحموا قلب ام ملهاش غير بنت واحده مش عارفه مكان بنتها. عايزه اشوف بنتي، عاوزه اعرف عنها اي اخبار، عايزه اعرف اي حاجه. ما بقاش كده عايشه، ماليش دور، ماليش، مش عارفه الاقيها. انا حاسه ان انا متكتفه، مش عارفة أعمل أي حاجة، مش عارفة أعمل أي حاجة لبنت. وبنتي ملهاش في الدنيا غيري، بنتي ملهاش في الدنيا غيري. لو أنا اللي ما دورتش عليها مين هيدور عليها؟ مين هيلاقيها؟ هي يا فندم انت حضرتك
من خلال حديثك قلت ان هي الورقه اللي كانت مكتوبه فيها الارقام اللي حضرتك لقيتيها معاها يعني اشخاص مسيحيين، هي اروى اصلا كانت متعرفه على اشخاص مسيحيين او من الاخوه المسيحيين يعني عامه؟ اروى اصلا انت الطبيعي ان اروى ملهاش صحاب، يعني اروى ملهاش علاقات خارجيه. فانت اصلا اول مره تعرف ان هي كانت تعرف ان هي على الصله بعلاقه من الاخوه المسيحيين؟ انا دي صدفه بس ان انا لقيت الرقم، وصدفه ان انا لان عرفت ان الرقم ده اللي اتصلت بيه اخر مره. طب هي ليه عيطت؟ اللي كانت بتعيط يعني. طب هي لو هي ناويه مثلا هي طب صحابها لما عيطت اول لما جت مكالمه واتكلمت في التليفون وعيطت العياط الهستيري ده مش سالوها مثلا؟ مخنوقه شويه وما قالت لهمش اي تفاصيل لاي حاجه، مشيت معاهم. طب انت هتروحي ازاي؟ حتى هي ما كانش معاها فلوس يعني، قالت لها في واحده هتستناني في زايزه. ف مفيش، البنت جات لي، المفروض ان هي صاحبتها دي اساسا من السويس. لما الموضوع طول والموضوع بتاع اروم بقناش عارفين له اي حل، جات لي وقالت لي طنط انا جايه لك وهروح معاكي المباحث، ولو عاوزاني اعمل اي حاجه ممكن اعملها. راحت البنت المباحث وقالت باقوالها وقالت لهم على كل حاجه، قالت لهم على اللي حصل فعلا في عيد الميلاد، وان المكان ده ما كانش فيه غيرها هي وثلاث بنات بس، يعني مكان صغير كده ليها هي ثلاث بنات معاها، احتفلوا بعيد الميلاد وبعد كده مشوا. يعني هي اصلا ما فيش حفله بعيده ولا حفله في مكان بعيد ولا اي حاجه، هي ما تعرفش اساسا تتحرك خطوه. اروى لو ما كانت بتخرج وهي صغيره كانت بتخرج معايا، ما تعرفش مكان، حتى لو راحت مكان ممكن تتوه فيه، لان هي ما تعرفش اي حاجه في اي مكان في مصر كلها. انا من النوع اللي يعني منطويه شويه، انا واولادي في بيتنا منطقه، انا ممكن تروح هنا تروح هنا، ما تعرفش اي حد اساسا. حضرتك تطالبي بايه؟ ايه حضرتك تطالبي بايه؟ انا بطالب ببنتي، انا عايزه بنتي اهي، انا عايزه المسؤولين يجيبوا لي بنتي على اي وضع. انا راضيه، انا انسانه مؤمنه ومحتسبه عند الله، بنتي ميته هاتوها لي، بنتي عايشه هاتوها لي، بنتي حصل لها اي حاجه هاتوها لي، انا عايزاها، انا راضيه والله، انا مش عايزه مشاكل. ومش رئيس المباحث او اي جهه امنيه لما بيعملوا شغلهم، انما انا بعمل لاني انا ام، دي مسؤوليتي ان انا ادور على بنتي، ان انا ما اسيبهاش، ان انا ادعمها لو هي موجوده في مكان وخايفه تطلع مني، لو هي في مكان هي في الدنيا. انا مش هقدر اكمل حياتي من غيرها. انا ممكن ارضى ان انا ابقى عارفه ان هي مش موجوده في الحياه، بس عارفه لها مكانها، اعرف ازورها، انما ان هي تختفي من الدنيا من غير حتى لحظه وداع، من غير حتى كلمه تقول لي اخر مره، دي انا مش قادره اتحملها. او ان انا مش قادره اتحمل ان انا اعيش الوضع اللي انا فيه ده كتير. انا تعبت مش كنت قادره والله، ما عنديش اي طاقه ان انا اتحمل ان انا اصبر، مش عايزه اكتر من كده. أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع تلجراف مصر، زي ما تابعتوا معانا يعني قصة لغز كبير، لغز اختفاء طالبة عندها 18 سنة اسمها أروى، يعني طالبة عندها 18 سنة اسمها أروى من مدينة فاقوس، خرجت طبيعية من آخر يوم امتحانات، راحت الامتحانات، امتحنت آخر يوم امتحانات ثانوية عامة وخرجت من الامتحان، راحت مع أصحابها عيد ميلاد، وخرجت من عيد الميلاد ركبت عربية متجهة يعني ركبت عربية من مدينة أبو كبير متجهة لمدينة الزقازيق، ومن ساعتها ما رجعتش، تليفونها مقفول، محدش لغاية دلوقتي عارف يوصلها. احنا تابعنا مع حضراتكم القصة كاملة مع والدة أروى. والدة أروى بتناشد المسؤولين والجهات الأمنية يعني بتوسيع حركة البحث عن بنتها. يعني ربنا يصبر حضرتك، وشكرا جدا ليكي، وشكرا جدا لحضراتكم، وشكرا.